ودقت ساعة الصفر، وانطلقت طائرات التحالف الدولي لتدك مواقع البرابرة من الدواعش قاطعي الرؤوس بسوريا والعراق في حرب تكلف الإدارة الأمريكية لوحدها بحسب التقارير المعلنة أكثر من 147 دولار في كل شهيق وزفير، أي ما يعادل 312 ألف دولار في الساعة الواحدة. الحرب المفتوحة التي شنها الحلفاء بمشاركة السعودية والإمارات والبحرين وقطر والأردن رحب بها المجتمع الدولي وأيضاً المعارضة السورية وأخيراً النظام السوري، ما عرض هذا الأخير لانتقادات من حلفائه حزب الله وإيران. أستاذ عبد الله، خلينا بداية يعني نتساءل كذا سؤال، أنه أمريكا غابت يمكن خلال ما يحدث في سوريا لمدة 3 سنوات خلال كون النظام السوري يقصف الشعب السوري بالطائرات، لكنها في مسألة داعش جاءت بسرعة، يعني ما أعرف ما هي الأسباب في ظنك؟ جيد جميل. هذا الأمر بالنسبة لي في أمرين. الأمر الأول، خلال 3 سنوات الماضية لم يكن هناك سبب مباشر لتدخل أمريكا من وجهة النظر الأمريكية. يعني ما يهمهم الصراع في الشرق الأوسط ولا يهمهم الجانب الإنساني. ما يهمهم الجانب الإنساني. نحن دائما نضع في حساباتنا الجانب الإنساني في بعض دول العالم والدول القوية في العالم، هذا غير موجود. يعني في حسابات، في مصالح، في أمريكا لم تكن يعني مأخوذة بهذا الجانب الإنساني في صراع الشرق الأوسط، ولا يهمها كثيرا، يهمها القضاء على بشار الأسد، يهمها أيضا القضاء على الجماعات الإرهابية، فبالتالي كانت مراقبة. لكن داعش الآن أصبح يهدد أمريكا. يعني خطر التنظيم المتطرف داعش وصل إلى أمريكا، هناك مئات الجهاديين من أوروبا، هناك عشرات الجهاديين من أمريكا وبيض أيضا، ليسوا فقط يعني مهاجرين أو مسلمين. مشكلة داعش أيضا مثل ما تفضل بعض الأخوان في الحلقة الماضية، أنه صار يجلب المتمردين في العالم، صار يعني مكان لكل من يريد الثورة على أي ظلم معين. ممتاز. فبالتالي جاءت أمريكا، هذه نقطة. النقطة الأخرى اللي أبغى أشير لها، أيضا نحن نظرتنا إلى أمريكا نفسها، نحن إذا تدخلت أمريكا بالنسبة لنا مشكلة، وإذا لم تتدخل مشكلة. يعني عندما لم تتدخل في سوريا كانت مشكلة، عندما لم تتدخل في مثلا داعش في البداية أصبحت بالنسبة لنا مشكلة. الآن أنا أقرأ بعض الصحف العربية في صحف بعض عرب الشمال يتكلمون عن تدخل خليجي في ضرب داعش بنوع من السخرية وبأنه ارتهان للإرادة الأمريكية. فنحن دائما في هالمسألة هذه دائما تحت الضغط، كنا أو لم نكن، ساهمنا أو لم نساهم. طيب إيش رأيك أنت يا دكتور من جانب القانوني، يعني لهذه الحرب، هل هي مسوغة، هل هناك مسوغ لهذه الحرب أم لا؟ طبعا من الناحية القانونية بالفعل يعني واضح في مسوغ من الناحية القانونية. هم لجأوا عبر اجتماع جدة الشهير يعني، وبالتالي أخذوا شرعية على الأقل على مستوى المنطقة، ثم ذهبوا بعد ذلك إلى هيئة الأمم المتحدة وحصلوا على تأييد باعتبار تلك المنظمة أو ذلك التنظيم تنظيما إرهابيا. لكن هو يظل، أنا أقول الأمل الآن، فلنعيش الأمل بدلا ما أيضا نحن نعيش في الحقيقة في حالة يأس شديد في هذه المنطقة منذ فترة طويلة. ما بعد داعش؟ أنا كل تفكيري ما بعد داعش. ماذا نريد بعد داعش؟ بعد داعش لابد أيضا أن تحسن بعض القضايا في المنطقة. زي إيش؟ مثل موضوع، أولا نبدأ بشار الأسد، يعني النظام الطائفي في سوريا يجب أن يزول وأن تكون سوريا لكل السوريين بكل طوائفها. نفس الشيء بالنسبة للعراق، وهذا ما نأمله أيضا، لأن أيضا السبب أصلا في حراك داعش بدأ من العراق وليس من سوريا الآن. لكن المفاجأة يمكن اللي شاهدنا اللي العمليات العسكرية اللي تمت في سوريا أيضا يمكن أصابتنا بشيء من خيبة الأمل، أن كان ممكن تكون هالعمليات قد بدأت قبل حينما استخدم بشار السلاح الكيماوي، ولكن هذا الأمر لم يتحقق قبل. ولكن من ناحية الشرعية أعتقد الشرعية موجودة الآن، حتى صاحب الأرض إذا كنا نبحث عن شرعية صاحب الأرض الآن غاض الطرف ولا يتكلم، بالعكس الآن روسيا الآن تقول لماذا ما تشركوا بشار في العمليات العسكرية، وهذه مهزلة في الحقيقة. صحيح. هذه مهزلة. على فكرة أستاذ عبد الرحمن، بالفعل يعني سوريا أيضا من ضمن الذين رحبوا بهذه الحملة، على حين حليفتها إيران كانت ضد هذا، كيف تفسر هذا التناقض؟ أولا ما رحبت سوريا بالحملة، وظهرت بثينة شعبان نائبة الرئيس السوري وقالت لن نسمح للطائرات الأمريكية بضرب مواقع داخل سوريا، لكن رد أوباما كان عنيف وقال إذا تحركت أي سلاح سوري ضد الطائرات الأمريكية فسنقصف سلاح الجو المضادات الأرضية السورية.
ليش تأخر أمريكا في التدخل ضد داعش؟ أنا أعتقد الأول لازم نرجع إلى 2011 ما اعتبره انتصار أوباما بسحب الجنود الأمريكيين. هو كانت سياسته تجنب الحروب، وحتى 2014 كان موعد سحب الجنود من أفغانستان وتأخر أيضا. أعتقد أنه دخول عناصر غربية هذا كان محرك رئيسي، هو السبب الثاني. السبب الأول هو تطور داعش من مناطق سورية لا يضر الأمريكان يستمر فيها الصراع إلى وصوله إلى مناطق في بغداد وفي كردستان، المنطقتين اللي يعد حلفاء لأمريكا. ومن هنا بدأ أول شيء بإنزال العناصر الاستخبارية في بغداد وإعطاء المعلومات للجيش العراقي المتهالك بمساعدة عناصر إيرانية، والتي استطاعت أن تصد الدواعش من الوصول إلى مناطق 60-70 كيلو من شمال بغداد. وبعدين بدأ حتى حلفاء أوروبيين يدعمون البشمركة وكذا لما وصل على جسر الموصل، مناطق خطيرة بالقرب من كيف تشوف أربيل. أنت إلى متى يعني يطول أمد مثل هذه الحرب؟ هل من المتيسر عن القضاء على داعش بسهولة؟ التأخر الأمريكي في التدخل إلى ما تضخمت أعداد داعش من حوالي 5000 6000 30000 عامل خطر كبير، ولا نقدر نجزم أن الحرب ستطيع من أن القضاء عليهم. والسؤال اللي ما سأل نفسه الأمريكان، ماذا لو تحصنوا في مناطق فيها مدنيين؟ هل سيقصفوهم أيضا عندما يتحركون ويكون في معدات عسكرية أو مناطق النفط اللي كانوا يقولون نفسهم فيها تستطيع أن تضربهم؟ لكن إذا دخلوا مناطق مدن سورية وعراقية كبيرة فيها سكان، هل ستستطيع ضربهم؟ أشك في ذلك. مشكلة. دكتور عادل، خلينا أسألك من جانب آخر. طبعا بحكم مشاركة طيارين السعوديين، هناك ملام بعض التسريبات من الإعلام السعودي لصور وأسماء هؤلاء الطيارين الذين شاركوا، لأن ذلك قد يكون مدعاة لتشكيل خطر عليهم. أنت كيف ترى المسألة؟ الغريب في الأمر أن منح الشرعي في هذه المسألة، يعني في تناقض هائل جدا. يعني للأسف بعض المنتسبين للحركات الإسلامية حينما في قضية ليبيا في الحالة الليبية كانوا مؤيدين جدا، وكانوا مع حلف الناتو وكانوا يباركون الشيء، حتى الشيخ القرضاوي وإن كنت أحترمه فقهيا قال اضربوا القذافي ودمه في رقبتي. هذه هنا هذه الإشكالية، التباين والتناقض في الآراء مشكلة عظيمة. يعني مثلا الآن الشيخ القرضاوي الآن يقول أنا ضد فكر داعش، لكني ضد ضرب داعش من قبل التحالف الدولي. في الوقت نفسه كان يبارك الحلف الناتو ضرب القذافي. مع أنه لا مقارنة بين القذافي وداعش، لا مقارنة أبدا أبدا. يعني لا نقارن بين القذافي وداعش أقل شيء من جهات متعددة يعني. نعم. وكذلك بالنسبة حتى الحرب، يعني مثلا اللي يتكلم عنه الدكتور حرب مثلا داعش، ويعني القضية هذه قضية يعني ربما يستخدم التحالف الدولي من لأجندات ربما تكون إيدلوجية حركية. تسمعني بس في إضافة صغيرة على كلام الدكتور حول إسقاط بشار الأسد. أنا من وجهة نظري وأعتقد هالأمر هو لم يظهر في الإعلام ولم يصرح لا به السعوديون ولا الأمريكيون، أنه تدريب المعارضة المعتدلة في السعودية. أنا أعتقد أن هذه كانت مقايضة سعودية مقابل المشاركة في ضرب داعش، أنها تدرب المعارضة المعتدلة في السعودية، مع أنه نفيت من بعض القطاعات يعني. لكنها أعلنت وفي شيء لفت الانتباه قرب الانتخابات الأمريكية، يمكن هو سبب الحراك اللي حدث الآن، لأن لا بد أن يظهر أوباما في حالة أفضل. هو يريد أيضا يظهر أنه رجل قوي، يعني لأنه هو المعروف عنه أنه ضعيف يعني ومتردد، فيريد أن يغير هذا، فيريد يغير هذه الصورة يعني، وبالتالي قد تكون هذه هدية أتت من السماء يعني. وحتى المملكة العربية السعودية صراحة كانت سببا في وعد الطائفية. الآن لو ترك الأمر على مصراعيه لم تتحرك المملكة، المملكة هي التي حذرت الغرب من هذا الخطر الذي سيأتي. ولو سكتت المملكة عن الموضوع ممكن تحصل حرب طائفية، حتى لو رحت البعض المحللين يعني من الشيعة يباركون هذا الأمر ويقولون فعلا المملكة صار لها دور في وعد الطائفية. ممتاز.